السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب برايمري 6، يلا بينا نراجع على منهج نوفمبر. يلا بينا على ليسون 8 واللي هيتكلم فيه عن الويب سايت ديزاين، تصميم مواقع الإنترنت. ويب سايت ديزاين، هنتعرف هنا بأكتر على ال HTML كود اللي كنا اتكلمنا عليه في ليسون 7، وقلنا ده بروجرامينج لانجويج، هي لغة البرمجة اللي بنقدر من خلالها كرييت الويب سايت ديزاين، نعمل الويب سايت ديزاين مواقع الانترنت. هو اختصار للهايبر تكست مارك اب لانجويج، ودي هي لغة البرمجة القياسية المستخدمة لإنشاء صفحات الانترنت. Is the standard programming language used to create web page. هي لغة البرمجة التي تستخدم to create لصناعة أو عمل web page، صفحات الإنترنت. إيه هي؟ ال HTML. طيب اللغة دي بتتكون من إيه؟ consist of series of elements، مجموعة من series of elements العناصر، elements يعني العناصر، الheadings اللي هي العناوين، الimage اللي هي الصور، اللينكس اللي هي الارتباطات التشعبية، البروجراف اللي هي الايه الفقرات. طيب الحاجات الأربعة اللي أنا قلت عليهم اللي هي الهيدنج العناوين، الإيمج الصور، اللينك اللي هي الارتباطات، والباراجراف اللي هي الفقرات، دي بتسمى البيلدنج بلوكس أوف ويب بيج. وده بيجي سؤال، البيلدنج بلوكس أوف ويب بيج، البيلدنج بلوك اللي هي فقرات البناء بتاعت أي صفحة إنترنت، الهيدنج والإيمج والباراجراف واللينكس. طيب الويب براوزر، ايه الويب براوزر دوت؟ اللي هو المتصفح اللي موجود عندنا اللي احنا بنستخدمه، زي الجوجل كروم، زي الايج، زي مثلا الفايرفوكس، زي الاوبرا، كل دي ويب براوزر. ايه فايدتها الويب براوزر ديت؟ المتصفحات ديت بتقرا ال HTML document اللي هي الكود، وبتعرض display، بتعرض display the content، المحتوى اللي جاي لها في ال HTML document according to the HTML tag، الوسم بتاع ال HTML اللي هو التاج يعني الوسم، وده هنعرفه في السلايدز اللي جاي. يبقى بتقرا المتصفحات الويب مستندات وبتعرض المحتوى. باختصار الويب براوزر read ال HTML documents and display، وبتعرض the content المحتوى according طبقا لايه؟ ال HTML tag. التاجز have three main parts، التاجز ديت ليها ثلاثة main parts، اجزاء رئيسية، three main parts، ثلاث أجزاء رئيسية. الـ an opening tag اللي هي العلامة الافتتاح، و the content اللي هو المحتوى، والـ closing tag علامة الإغلاق. تعالوا بينا نتعرف أكتر على الـ HTML tags. هنا عندي في الـ largest heading، الـ largest heading ده هو أكبر عنوان، وده بيبقى بخط عريض وكبير عشان يجذب انتباه أو يلفت انتباه اللي داخل صفحة الويب. والـ sub heading، شوفوا كده sub heading يعني عنوان فرعي، وفي smaller sub heading عنوان فرعي بس أصغر من العنوان الفرعي اللي قبله. ناخد بالنا من طريقة كتابة الكود اللي هي H1 largest heading، ده بيبقى largest heading. H2 subheading، ده subheading اللي هو العنوان الفرعي. H6 smaller subheading. طيب عندنا ال P، رمز ال P اللي دخل معنا هنا جديد، use this tag to create a paragraph، نقدر نستخدم ده لعمل فقرة. الفقرة بتتكون من أكتر من جملة. A paragraph usually عادة has more than one sentence، بتتكون من أكتر من جملة. في عندنا الفونت سايز equal 1، والفونت سايز equal A، والفونت color equal red، ده عبارة عن حجم ولون الخط اللي أنا بتحكم فيه. طيب في عندنا برضو هنا ده اللينك اللي هو الارتباط التشعبي اللي احنا قلنا عليه، اللينك اللي هو بيكتب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده لينك للاي كي بي اللي هي الايجيبشن نوليدج بانك، ده بقدر من خلاله اعمل فيزيت ذا ايجيبشن نوليدج بانك، ازور الايجيبشن نوليدج بانك اللي هو بنك المعرفة المصري.
في عندي حاجة اسمها الإمفيزس اللي هو النص تأكيدي، إمفيزس تكست نص تأكيدي. في حاجة عندنا اسمها البولد تكست اللي هو النص العريض، بولد يعني عريض، تكست يعني نص، بولد تكست يعني نص عريض. ناخد بالنا من الرموز اللي موجودة قبل كل كود زي ال H1 H2 H6، ال B بتدل على الباراجراف اللي هي الفقرة، ال font size بيدل على حجم ولون الخط، ال font color، الرمز بتاع الارتباط التشعبي لازم اخد بالي منه اللي هو greater than او smaller than a، ال i ده بيتكلم على ال emphasis text، ال strong بيتكلم على ال bold text. دي كلها معظم التاجات اللي موجودة علينا بنقول ان ال HTML element، العناصر بتاعت ال HTML ال elements يعني عناصر. break up بتقسم الصفحة، بتقسم الصفحة لإيه وليه؟ break up web page to make them easier، تخليهم أسهل، to scan read and navigate، أسهل في المسح ضوئيا والقراءة read and navigate أو التنقل بين الفقرات. NHTML code can also help people with low vision to distinguish between parts of a web page. بيقول لي برضو ان ال HTML code بيستطيع ان هو يساعد الناس ذو اللي بيعانوا من ضعف البصر في التمييز بين اجزاء صفحات الويب. with low vision اللي هم ضعاف البصر، to distinguish يعني يميز between parts الاجزاء of a web page. تعالوا بينا نشوف المثال اللي جاي دوت. انا عندي صفحة انترنت اهيت، طبعا في عندي largest heading at the top of the page، ده اكبر عنوان او العنوان الكبير بيكون اعلى الصفحة دائما. ليه؟ زي ما قلنا عشان يلفت الانتباه، يلفت الانتباه. large heading بيبقى فين؟ at the top of the page، at the top of the page. طيب عندي الايمج، الصورة، الصورة دايما بتخليني ابص واتساءل وعايز اعرف اكتر عن الصورة، فبالتالي هخش اقرا الايه، هقرا السب هيدنج بتاعتها. طيب الايمج also attract attention، انا بحط الصورة ليه؟ attract attention، بجذب الانتباه، بجذب الانتباه. and can trigger different emotion، بتثير، trigger trigger بتثير مشاعر، emotions different مختلفة، can trigger different emotion. عندي السب هيدنج، العناوين الفرعية، العناوين الفرعية فايدتها ايه؟ make the text easy to scan so reader can find the information they want، بتخلي التكست بتاعي او النص بتاعي اسهل جدا ان القارئ يتصفحه، to find the information للمعلومات اللي هي اللي هو عايزها، they want information they want، معلومات التي يريدها. طيب في ايه تاني عندي؟ التكست broken up into paragraph، يبقى عندي التكست النص بقسمه الى paragraphs زي ما احنا شايفين كده صغيرة. الباراجراف او الفقرات الصغيرة ديت بتسهل الوصول للمعلومات، يبقى ليه بقسم، ليه بعمل broken up، بكسره او بقسمه into paragraph لفقرات، to make information easy to accessible، easy to accessible. بكده نكون خلصنا الدرس، يلا بينا على theme 2 و lesson 2 اللي هنعرف فيه how to deal with electronic games، ازاي نتعامل مع الالكترونيك جيمز، الالعاب الالكترونية، how to deal، ازاي نتعامل مع الالعاب الالكترونية. الافكت اوف الكترونيك جيمز، عايزين نعرف التأثير، effect of electronic game، الالعاب الالكترونية علينا. طيب عشان نتجنب المخاطر بتاعتها، عندنا في ثلاث مخاطر للالكترونيك جيمز، dangerous، مخاطر dangerous of electronic game. اولا physical dangerous، مخاطر جسدية، يبقى بتتمثل في خطورة على الجسد، physical dangerous، مخاطر جسدية، زي affect your sleep cycle، ان هي بتسبب لي مشاكل في النوم، affect your sleep cycle، كل ما هلعب too much time electronic game هي affect your sleep cycle. طيب ايه تاني؟ strain your eyes، strain your eyes بتسبب على اجهاد على العين، strain your eyes بتسبب اجهاد على العين. بتعمل ايه تاني في الجسم اللي هي physical dangerous، مخاطر جسدية، cause back problem بتسبب مشاكل في الظهر،
cause back problem بتسبب مشاكل في الظهر، cause headache بتسبب لي صداع، cause headache دي كلها physical dangerous بتسببها لي الالكترونيك جيم لو انا قعدت العب عليها too much time. If I spend too much time playing electronic game will affect هتأثر على جسمي. طيب because you may not be exercising or eating properly while playing electronic game. بيقول لك عشان انت ما بتعملش التمارين exercising وقاعد too much time playing electronic game وما بتاكلش كويس not eating properly ما بتاكلش بانتظام while playing electronic game أثناء ما أنت بتلعب electronic games there is also a dangerous of gain weight ممكن برضو تتعرض لخطر إنك تكتسب وزن زيادة gaining weight تكتسب وزن. تعالوا نتابع المخاطر اللي ممكن تحصل لنا من الالكترونيك جيم وتأثيرها علينا. بنقول في psychological dangerous مخاطر نفسية psychological dangerous become depressed يعني تشعر بالقلق والاكتئاب زي ما احنا شايفين الولد ده كده ماسك راسه وقلقان وفي باين عليه الاكتئاب وباين عليه صداع دي كلها مشاكل. طيب ليه as you feel lonely in the real world as you feel انك بتشعر بالوحده lonely بالوحده in the real world في العالم الحقيقي. طيب ايه تاني make some people aggressive بيخلي بعض الناس زي ما احنا شايفين الدوج ده عدوانيين اجريسيف دايما كده بيميلوا الى العنف اللي some game promote violence بعض الالعاب بتروج للعنف promote violence violence يعني العنف بتروج للعنف. طب ده بيأثر علينا في ايه all these factors can negatively affect negatively affect يعني بتؤثر بالسلب negatively affect your relationship على علاقتك relationship علاقة with family وبالعائلة and friends. طيب ايه كمان المخاطر في عندنا security dangerous مخاطر أمنية security dangerous multiplayer game can put your security at risk بيقولك ان multiplayer game اللي هي الألعاب متعددة الأشخاص can put your security at risk يمكن أن تعرض أمنك للخطر إزاي؟ The stranger may be able to access your name أثناء ما أنا بلعب عرفوا اسمي strangers يعني الغرباء الناس اللي أنا ما أعرفهمش may be able to ربما يستطيع الوصول access able to access يستطيع الوصول your name لإسمك إيميل بريدك الإلكتروني فون نمبر تليفونك and address وعنوانك ده ليه؟ ده if you share too much personal information لو انت شيرت too much كتير جدا من البيرسونال انفورميشن من معلوماتك الشخصية او بياناتك الشخصية مع المالتي بيبول دولت اللي هم سترينج عنك هيقدروا يوصلوا لإسمك your name your email, your phone number and the address. Your information to be leaked. To be leaked. هتتسرب. يعني ايه هتتسرب؟ هيبقى كتير جدا عارفينها. ناس كتير عارفينها. والفيروس اللي هو الفيروسات are easily spread. بتنتشر عندك على الجهاز بتاعك بكل سهولة. وهو ده اللي بيعمله الهاكرز اللصوص والكمبيوتر. Your information to be leaked and virus are easily spread هيتم تسريب المعلومات بتاعتك وهتنتشر الفيروسات عندك. وبعد ما عرفنا المخاطر اللي بتسببها الالكترونيك جيم لو قعدنا عليها وقت كتير تعالوا بينا نتعرف ازاي نحمي نفسنا من المخاطر دي how to protect ourselves from this dangerous. اول حاجة only playing game and chatting with people you know and trust دايما العب مع الاشخاص اللي انت بتثق فيهم وناس انت تعرفها ما تلعبش مع حد غريب. You should also accept limit that your parents set to prevent unhealthy gaming habits. دايما احترم قرارات والدك اللي بتمنعك من الالعاب السيئه واسمع كلامهم. دايما spend time with your family meeting friends homework maintaining a healthy diet getting enough exercise or sleep دايما خلي فيه وقت للعائله
ووقت للأصدقاء إنك تخرج معاهم، واعمل دايما تايم كده لنفسك إنك تبقى فيه ده التايم سليبنج تايم بتاعي، إن أنا هنام في ميعاد محدد عشان أقدر آخد قسط كافي من النوم، وبرضو أمارس ألعاب رياضية. Not using personal information in your username and password and not using a webcam. ما نستخدمش المعلومات الشخصية بتاعتنا في اليوزر نيم ولا الباسورد، ودايما ما تفتحش الكاميرا قدام اي حد انت ما تعرفوش او لحد غريب، عشان كده بيقول لك only chatting with people you know and trust. اعمل شات او دردشة مع الاشخاص اللي انت بتعرفها وبتثق فيها. واخر حاجة، when you do encounter dangerous don't be afraid to tell your parents. دايما ما تترددش لو حسيت او شعرت باي خطر انك تخبر والديك بالخطر ده، لان هم هيساعدوك. وبكده نقدر نحمي نفسنا من مخاطر الالعاب الالكترونيه. يلا بينا نشوف ثيم 2 ليسون 3 بيتكلم عن البروتكتنج يور سيلف فروم ديجيتال ثيف، ازاي نحمي نفسنا من لصوص البيانات الرقميه اللي هم الهاكرز. تعالوا نشوف ازاي نقدر نحمي نفسنا. عندنا ways you can effectively protect your devices from theft. عندنا طرق فعالة نقدر نحمي بيها الأجهزة بتاعتنا وبياناتنا from theft، من السرقة ومن اللصوص. أول طريقة إن الباسورد with at least 8 random letters, numbers and symbols are the most secure. بيقول لي إن الباسورد كلمة المرور بتاعتي with at least على الأقل لازم تبقى 8 random letters, number and symbols، 8 حروف غير متسلسلة وتتخللها برضو بعض الأرقام والرموز. في تاني طريقة عندنا مالتي فاكتور اوثنتيكيشن ال MFA، واحفظوا ده كويس لانه بيجي في الاسئله. المالتي فاكتور اوثنتيكيشن ال MFA اللي هي المصادقه متعدده العوامل. يعني ايه؟ يعني في كذا طريقه المواقع بتاعتي او الاجهزه اللي انا عامل عليها حسابات بتحب تتاكد باكتر من طريقه ان الشخص اللي بيطلب الدخول هو نفس الشخص صاحب الحساب. يعني المالتي فاكتور اوثنتيكيشن بريكواير ات ليست تو ويز اوف ايدنتيفاينج يور سيلف، يعني طريقتين على الاقل انك تعرف فيهم نفسك. يوجوالي ثرو، عاده بقى الطرق دي بتبقى ايه؟ يا اما باسوردز بينز اند سكيورتي كودز اور بيرسونال كويشن. بتبقى عاده هي ارقام تعريف شخصيه او رموز امان او اسئله شخصيه، ببقى انا مدخلها للموقع مسبقا ومدخل الاجابه بتاعتها وبيسالها لي بعد كده. ما بدخل الباسورد يقول لي مثلا ايه what is your favorite animal، what is your favorite car، فانا ببقى قايل له الانيمال بتاعي مثلا الفيفوريت دوجز، فهو هنا بيتعرف عليا، هو هنا بيتعرف عليا من خلال البيرسونال كويشن. الفينجر برينت بتاعتي اللي انا بستخدمها على الموبايل دلوقتي او على الديفايس اللي انا بستخدمه بتحميني من السرقات. ازاي؟ This type of authentication will scan your fingerprint as a way of infiltration. It's you. كل وسيلة امان بتحاول تتعرف عليا من خلال عدة طرق، منها الفينجر برينت اللي هي بصمة الصباع authentication، استخدام البصمة كنوع من ايه المصادقة، يسمح بعمل مسح لبصمة الاصبع كنوع من التعريف. في حاجة عندنا برضو اسمها الايه facial recognition software will scan your face using your device's camera. دي كلنا عارفينها دلوقتي في الموبايلات اللي معانا، بتتعرف على الوجه من خلال الكاميرا الأمامية بتاعت الهاتف. طب ليه احنا محتاجين نعمل الانكريبشن دي او نعمل البروتكشن دي؟ محتاجين نبقى فولي بروتكتد او فولي انكريبتد، ليه؟ اللي هو محميين او حماية كاملة. الانكريبشن بروتكتس يور انفورميشن سو اونلي يو كان اكسس ات اون يور ديفايس. التشفير ده بيحمي معلوماتك عشان انت بس اللي تتمكن من الوصول ليها، ما تحدش يقدر يخش يسرق الباسورد بتاعتك ويبعت ايميلات لاشخاص انت بتتواصل معاهم يضرك في شغلك، ما حدش يسرق مثلا الاكونتات بتاعتك على مواقع يضرك في شغلك. قالوا نشوف ايه الاكشن اللي ممكن ناخدها في
حالة إن إحنا تعرضنا للسرقات أو إن الشركات تعرضت للسرقات. Company need to protect their website and their customers information. الشركات دايما بتحتاج إن هي تحمي البيانات بتاعت عملائها، لأن العملاء اللي موجودين عند الشركة مهمين ليها، هم دولة الكاستمر بتاعتها، العملاء الناس اللي بتدخل لها income، بتدخل لها دخل، فدايما بيحافظوا على معلوماتهم. وبرضه الشركة بتحاول تحافظ على مواقعها الإلكترونية من لصوص الإنترنت أو من الهاكرز اللي هم المخترقين. Therefore, Egypt has introduced the data protection law to protect its citizens. يعني إيه؟ يعني مصر Egypt has introduced the data protection law، قانون حماية البيانات. مصر أدخلت قانون حماية البيانات ضمن القوانين اللي موجودة في البلد عشان to protect، تحمي its citizen من إيه؟ من برضو لصوص اللي هم digital thief. لو أنت تعرضت، if you think your data has been compromised، لو أنت حسيت أو اعتقدت إن البيانات اللي عندك compromised، يعني تم اختراقها أو بيتم اختراقها، you should report data thief، لازم تبلغ عن سرقة البيانات دي، وتأكد تماما من إخبار أحد والديك or trusted adult be sure to tell a parent or trusted adult. تأكد إنك تخبر حد من والديك أو شخص أنت بتثق فيه يكون أكبر منك. You should also tell family and friends you communicate with online. حاول تخبر أصدقائك وعائلتك اللي انت بتتواصل معاهم اونلاين ان في او انت الداتا بتاعتك بتتعرض للاختراق، علشان ياخدوا بالهم من ان لو جالهم ايميلات فيك، ايميلات غير حقيقية من حد بيحاول يخترق الايميل بتاعك او حصل على الايميل بتاعك ويبعت لهم ايميلات، فلازم تخبرهم عشان برضو ياخدوا حذرهم.